السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله بأول فيديو حق ليتل نايت ميرز 2. وايد متحمس لها، واللعبة وايد فرق عن الجزء الأول، مع أن الجزء الأول ترى لعبتها قبل أسبوع ونص أسبوعين، فالفرق لما شغلت الجزء الثاني جرافيكس أحلى، دبث أوف فيلد أكثر، وايد أكشن، لعبة وايد حلوة، مبين أن اللعبة كانت عجيبة صارت أحلى. فإن شاء الله نبلش وياكم بارت 1، ما بيقول لكم من عنواني بين بس فحياكم ويعطيكم العافية وإن شاء الله تستمتعون، فنبلش باللعبة على طول، يلا let's go. latest update واحد، ها واحد بغير، اوكي هذا شو اسمه، وي brightness adjust the slider until the eyes are barely visible. Little Nightmares 2 accesses data. Okay. Experience with the controller. Okay. Check. My favorite color is orange. الأورنج هذا. اوكي سيتنجز انجلش فول سكرين 1 ادفانسد اوت اطلق عربيه، ما حد عربي. لا ساره لعبتي انت البدايه جيرهد؟ لعبت اللعبه اول ما اول بارت يعني. يلا زين خل اصور بس. حياكم اصدقائي، بنبلش البارت الاول من ليتل نايت ميرز 2 ناو اون تويتش. حياكم، الكل متحمس هني، فبنبلش ان شاء الله بنلعب البارت الاول ويمكن نكمل. هلا برهوم خوش جزء اي لا خوش جزء شكلك لعبته ها؟ اي عندك وقت تلعب بس ما عندك تدق على رفيجك تسال عنه. هي عاد ترى حاط ببالي العب شنمو اذا طافك مالي شغل. هلا والله برهوم، والله ولك وحشه حبيبي. خلصنا الجزء الاول ترى احنا قبل كم يوم، الحين نبلش ان شاء الله الجزء الثاني. هذا اول فيديو. Guys, please, thank Gearhead لأنها هي اللي شغلت اللعبة لي هدية، فplease thank her on شو اسمه on the chat because she deserved it والله. Thank you Gearhead والله ما قصرتي. لا نبدع إبراهيم، لا تحاتي الحين بنطشر أم اللعبة، لا تحاتي. فيلا نبلش. احس الجرافيكس وايد اوضح من القديم، يعني باين ان بي سي وسوالف هذا، فاي بس للاسف ما في اتش دي ار. Hello.
اوه العيون اشكرها. اول شيء واضح العيون اللي بالباب. واو اي واو انا لاعب الجزء قبل كم يوم واحس انه في فرق كبير بالجرافيكس. وايد شارب وايد. انا احب الالعاب اللي فيها ديبث اوف فيلد، يعني تحسون انها كأنها مبطله. وايد احب الالعاب اللي كذي. لا اتوقع راح نلعب شابترات يا صديقي، اتوقع راح نلعب شابترات عشان نستمتع. فا كذي بعد شبدي والله قرهد بعد شبدي. خلنا نشوف شو السالفة هني. أوكي نفس التحكم، ما في شغلات غير. بلا في شم شغلة غير. في شغلة جديدة. أوكي هذا الولد ما أدري منه بس خلنا نشوف شو السالفة. ان شاء الله نناقش الموضوع ونشوف شلون نسوي هالموضوع ان شاء الله. خلينا نشوف شو السالفه هني. هني في جنات طايحه كنا هذاك قفص، فكنا في عربه او شيء كذي طايح ما يندرى. في هناك قفص. هبلا. المفروض ما انزل، ما اتوقع اني انزل، ما اتوقع اني لازم انزل. حاسس ان في شيء راح يصير من اول اللعبة. واو واو فرق. الجزء الاول متى نزل؟ 2017. والله فرق. يايكس هذه أولها. إيو إيو أوف جثث. أوف اخترعت. اي لا ابراهيم وايد غير التصوير مبين. عاصنا ما راح امر من هني الا في شيء راح يصير. بس شنو هذا؟ دايم قتل هني. والحين الجزء الاول بالسفينه، هني مو سفينه. واخيرا ارض يعني. بس ما ادري شنو السالفه وشنو القصه، ما ادري، ما عندي اي فكره. حتى البطل ما ادري. عشير كنا رعب. هذيك الإشارة كنا هواي. من أولها فخ. الفخ كبير يعني مو أقدر مثلا أنزله وبعدين أطمر فوقه. هذا هني فخ ثاني بعد. ايش وخرت عن الفخين.
فخيل معناته في واحد هني هنت ها؟ لا 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 توقعت اني لازم اركض، دريت اني لازم اركض. برنت يبي اح قلت لازم اركض بس انا وقفت ما ادري ليش. طارني واحد من الفخوخ، هذه ثالث فخ بس ما توقعته. شلون اصعد هناك؟ ايوه ايوه لا لازم ما افكر نفس ما فكرت وانا العب الجزء الاول، لان اكيد في تطورات وايد، فلازم افكر بطريقه ثانيه. هيك وهيك الحبل ايه لا فرق فرق، بس هذا لازم انزل بالحبل. أشوى. بس تغيرت الموسيقى. متأكد ها فخ ثاني لازم استخدم نعال تكرمون اخذ واحد من الجواتي علشان احذفه بالفخ. اوكي خل اوقف شوي بعيد. ايوه خدي لا مش هيك مش هيك حاطين اكثر من جوتي حق اكثر من محاوله. يلا خلينا نشوف. قرعني اوكي علينا اللغز. فخوخ فخوخ هانتنج جراوند هذا. هلا والله دانا وعليكم السلام ويلكم ويلكم. انه فخ.
لا ايوه ايه من صجك؟ لا انا تقدرين تقولين حذر. والله انا حذر حذر. انا حذر واجد واجد. واجد واجد. Thank you, tree. Allah, thank you. أنا The Hunter's House. The Hunter's House. The Hunter's House. ترى اللعبة حق اللي ما يعرف مسوين ديزاين اللعبة نفس الدول هاوس. شفتوا البيوت مرات الدولز؟ انتو شلون قاعد تشوفونهم؟ مربع 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 مربع، فكذي مسوين اللعبة على طريقة الدول هاوسز. فتحسون انه شوفوا وتحسون تشوفون في حافة حق البيت، حافة حق المرحلة، فستايل الدول هاوس. زين. يوز مي. Hunter House. Please don't get out. مو متعود اشوف احد يطلع بوجهي. تعال مني. في بطول؟ يعني اقدر اطمر امسك البطل واحذفه مثلا عشان اطلع صوت ازعاج. بس ما ادري. انا زين شنو داخل؟ يو يو. اوه. حاليا ما في احد. اه لامبلا الشاي قاعد يطبخ.
عادي الحني الشاي جاي يطبخ. He will come now. Please don't. Oh. واك انتوا لا تشوفون شنو اللي بمخي. واك مخترع ألف. احس ان في بطل هنا. إنه سرداب، إنه سرداب. لا 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 don't خل اشوف الادراج تتبطل ولا لا. الحين خل اروح اوف. هذه لعبه ولا صج؟ اوف لا صج. Don't be afraid little fella. Me help. Me good people. Why you run? لو مع بعض أحسن. من حاش بوعك ليش؟ وش؟ ما أدري إذا هي 6 أو لا. Don't don't don't. ما أدري. كلش ما لا توضح خلف خلا يكتشف. إيه. خليني اكتشف خليني اكتشف. انا ما ادري مو مستوعب شنو للحين. هلا هلا امثال ويلكم ويلكم باك لونج تايم نو سي. حياك حياك. واي يو ران؟
هذا واحد معقد. فيها شبه، فيها شبه. الحين تبين، الحين تبين يا ساعدك ها؟ اوكي اوكي. المفتاح ما اتوقع راح يكون في هذه السهولة. ايوه لا قوية الا مبين. يوت ليتس جو. زين شلون نصعد والله؟ نسحب لده، نسحب ده. هلب هلب. بس عشان لا تقزر. عشان يصير في تحدي صج. 5000 شوية بسرعة يربونها. او هم هني الجام مكسور نفس الجزء الأول؟ مرض مرض. حذفت على راسه مسكينة. يبي Let's go, let's go. Come with me. Oh, Tal, Tal, youth. Please come. Me no let go. وين رحت وين رحت؟ لا تخاف. I'm friendly. تعال اوف هذا راح فوق. اوه الرسمة الصورة. اوكي
لمتى بتنحاش؟ وقف! اوكي بس نروح ها؟ اوف! ما قاعد اشوف. ايوه اروح منك تعال. انا اللي امشي. اوكي تعال مني. نط نط. اه هذا جاي يساعدني يبيني اي مكان. الحين اروح له. خلي هذا بالنص. ايوه ظلمة كثير. اهم شيء مو ارجع تحت عند 6 القاها ماشية اذا كانت هي. اقدر قلب. اوكي نايس. لا بس هذا احلى. نايس وايد في كولكتبلز. خلي على الاصلي. هلو. ليتس جو ليتس جو. عندي مفتاح تعالي خلينا ننزل تحت.
خلنا نشوف في شيء هني. ما في شيء. Let's go. هو جاي من هالصوب. الشيطان. الشيطان. في صوت برا. لا تقول لي قاعد يصلخ. ولك شكله يخرع حيوان. حد هيدشوت. حيل مداني انحاش.
والله صج مداني انحاش. عبر عبر الحيوان والله. صدمني صدمني الكلب. الهانتر لون كذي ايه اللي حصل؟ الجزء الاول لما اروح عند الحافة واطق ينزل هني ليش ما ينزل؟ سعيلت شفت الكلام متأخر لازم اناديها. قاعد اجرب ما ادري شنو لازم اسوي. يلا جو جو جو. شنو لازم كول؟ شو اسوي لازم؟ مسكيني مسكيني مسكيني. آه. يلا زين لا ضيعي انت علي. المكان ده في حاجات مش كويسة اكيد في فخ. ولين رجع الا يصيدنا. خلاص ارجع قص الارنب اللي صايده يا الكلب. you
والله حيوان نحيس نحيس الزفت. نوع من هذه الناس النحيسة ما أحب يخلي ناس بحالها. أوف اوف 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 شنو هذا حيوان الحيوانات الطيور أصدمني We killed him? Can I see? We killed him? No, we can't see. Off? واو واو خيسي الصراحة شيء مو طبيعي اوه هناك بطل اوه هذيك مو السفينة اللي تحت البحر والله ما لها شغل
وايد تلفزيونات، شو السالفة؟ البحر كثير من التلفاز. والله شكله بيطلع شيء. شنو جايين هدمون ولا جاي يطلعوننا؟ اوف خاسي شي خرع، المبنى كنا بيطيح بس كنا جاي طالعنا. عدنان ولينا، عدنان ولينا. فور ايجد اسم الاتشيفمنت. شنو كل التلفزيونات، كل التلفزيونات. تعال مسكيني. بلشنا شابتر 2. بلشنا شابتر 2 صح؟ انت اي انت مشكور اللي قاعد تشوف الفيديو لاخر ثانيه، ما تقصر السبورت الحلو اللي قاعد يجي منك لقطه. فحبيب قلبي ان شاء الله استمتعت بالفيديو، وان شاء الله الفيديوهات الجايه احلى واحلى، وان شاء الله في كونتنت جاي بالطريق مع الوقت. ان شاء الله راح يصير في ابجريدات حلوه. لا تنسى تتابعني لايف اون تويتش عشان تستمتع وتشاركنا الرعب والاكشن اللي يصير بوقتها. فلا تنسى اللينكس كلهم تحت. بعد شبدي لا تنسى اهم شيء اللايك والسبسكرايب اذا ما كنت لحين مشترك. وحبيت اني اشكرك انت شخصيا انك قاعد تسوي لي سبورت مو طبيعي باصعب لحظات، اصعب لحظات اللي هي بدايتي في التويتش واليوتيوب. فيعطيك العافيه ايا كنت، وحياك الله، وشوفك الفيديو الجاي يعني.